بيل ريتشاردسون وزير الطاقة الأمريكي السابق. نقطة النهاية قريبة، وما تشاهدونه هو تغيير كبير. إنكم منبع التغيير في إيران. هذا البديل هو قوة المقاومة. This event is about you. You are the source of change in Iran. The young people, the women, the resistance, the youth, the young people here.